والسلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ معكم اليوم رجعناكم بحلقة جديدة من هاي الليلة بتشفى دي جي لحد الآن ولا أعرف اسمه. طبعا يا شباب حاط الكواليس، جمعت لبس، شايف لبس يعني أسطوري بالله، وجمعت مصاري وصار ليفل 14 يعني، وجبت سلاح من الجيش، هذا السلاح جبته من الجيش. وقبل يا شباب لا نبدا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا مرحبا يا شباب. يعني لقيت مهمات اروح اعملها، احنا لا كنا ناخذ هاي المهمة، بعدين بدنا نروح للجيش نقتلهم ناخذ دبابة. بدنا نجمع حق طائرة، حق هذيك اللي بتخير بتخيرنا، هاي هاي حقه 100,000، أنا معي 31,000، بدي جمع 100,000. عندي محل الشرطة، يمكن بدنا نقتل شرطة، يمكن يب بدنا نقتل شرطة، خلينا ناخذ على السلاح، نقتلوا بالسلاح. دغري بلعنا ولا ما في تفاهم، بس خلينا نبلع كم واحد حتى يجينا، نبلع كم واحد يجي حتى يجينا. قلبي لازم نقتل شرطة ونقتل علم، نجينا شرطة سيارة شرطة. اوكي شباب لحد الآن كل شيء تمام، خلينا نقتل هذا كمان عشان مكونات، عشان بس تجينا الشفرات أو شيء لا أكثر. أيوة في واحد هنا طبعا يا شباب، هودي اللباس عطونا خاصية، مثلا في منهم بيعطونا خاصية الدرع، وفي منهم بيعطونا خاصية كمان. أيوة جتنا نجمة كاملة، حلق أحسن. تجينا شرطة وبلع حدا بالسيارة كمان، بلع صح؟ يب هو ما بيستفيد شيء زي ما تبصير هيك، بس عبينا فوق. يا شباب في عملت انا دغري مهمات، عملت مهمات وجمعت هيك شغلات في محل، في مهمات تدريجية، في اصعب وفي اسهل. انا عملت كل يدي اللي هالمهمات وجبت كلها مصاري وعملت منها واشتريت هاللبس، لسه بدنا نشوفه يا جماعة. بس هونيك في وحدة عم تمشي هداك الأزرق، بس بضل ما تمشي هونيك من دليل. يا شباب لحد الآن عملتهم. أوكي شباب بدنا شرطة نحن يا زلمة، ما عم يجينا لحد الآن شرطة. أنا عرفت إيش الحل، بس استنوا شوي. بدي انا تجيني شرطة تقتلني، انت العشرة. يلا جتني، جتني شرطة، يلا جتنا. ايوه حلو حلو يا شباب، جتنا نجمتين، فهيك جتنا الشرطة.
هات. ابدأ. وانت فكرتك وينك؟ ابدأ. يلا نجي نبدأ. حلو يا شباب، خلصت المهمة بس شوي. استنى حتى اخلص الاعلان. اوكي طور هون، مطور نعطي حماية الدرع. حماية الليزر ايش بدنا نمشيها؟ في روبوتات يا شباب، في عندهم اسلحة كتير. حط منهم السلاح بس ما بعرف انا، يمكن هو يخرب مدري بس اسع فيه. ماني الدول. اول شي خلينا نشوف السلاح اللي اعطوني اياه، لان صراحة يا شباب لحد الان انا ما شفته. يمكن هون بالافرود يهوي. ياب اعطوني الفرد ماجنوم. هذا الفرد اسطوري بس ما حصلني، بيوفر مصاري. كيف عنده مهمة؟ خلينا ناخد صورتي. انا والله اسمي ازعاج. هيك احسن. لا يا الله منيح، عم بنزل من السيارة وانا اصلا لازم بحتاج السيارة. معلش ايش على القطار. الو وات؟ لا يا شباب صار معنا ابشع جلتش بالعالم. هاد الجلتش جلطني يا اخي، بيجلطني. الو الجلتش بيض. خلينا نخلص اول شي من الجلتش ونرجع لكم. اوكي يا شباب رجعنالكم، خلصنا من الاول، خلصنا من هالجلتش تعبان. صراحة الجلتش بيض. اوكي خلص الاعلان يا شباب، خلينا نركب اي سيارة. والله مرتين صار مع هالجلتش البيض. لا سرق صعب فتل. لا يا شباب جبت العيد. اخ هذا كان يهرب، هذا كان يجي له بمطرقة. هذا الشخص اللي كان عم يهرب كان يا شباب كان يجيك بق مطرقة التحديثات القديمة، كان قوي. اوكي حاس انه نحن رجعنا فتمنا.
نرجع له هلا قوة حتى يعطونا. بعد المهمة نروح على الجيش. أومو برا هل. اوكي طورنا هون طورنا صار ليفل ماكس. خلينا نروح بنفس السيارة او يمكن ننزل عنها. احلى شيء دروعي بتعطينا حماية قوية كتير. اوكي شباب لحد الان مكملين. اوكي شباب بس بعد ما خلصنا هاي اول واحد نضربه يبلع يبلع. طيب خلينا نروح ناخذ الدم والدبابة ان شاء الله نكمل فيها الحلقة الجاية. انتم شايفين هذه هي الدبابة. لهون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل أن ننهي الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك. مع السلامة.